ساعة الذروة الصباحية عند مفرق القزاز بالعاصمة دمشق. تقاطع طرقات ومدارس ومحال تجارية، هذه هي طبيعة المكان بالقرب من أحد المراكز الأمنية. انفجاران بسيارتين مفخختين، ثوان تفصل بينهما، عشرات الضحايا، وخراب ودمار طال حتى المنازل والمدارس، وتنافرت الأشلاء والشق. أي قتل للحرية. تفجيرات تأتي لتحمل معها رسائل عديدة، وبعد أيام من نجاح الاستحقاق الانتخابي واستمرار عملية بعثة المراقبين والتي وصل رئيسها إلى مكان الانفجار، حيث أكد أن هذه الأعمال والتفجيرات لن تساهم في حل الأزمة في سوريا. نحن نأسف لما حدث. رسالتي لمن يقوم بهذه الأعمال في الداخل والخارج أن مثل هذه الأعمال لن تساهم في حل الأزمة، وإنما تزيدها تعقيدا، كما أنها ستجلب المزيد من المعاناة للسوريين. بعض المراقبين يعتبر أن هذا التصعيد يأتي بعد الحديث عن بشار وبس أليكس سوريا، بشار وبس الله سوريا، بشار وبس الله سوريا، بشار وبس الله هاجن 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 الله سوريا، بشار وبس بشار وبس الله علي بن بشار ما بدي اسمع يا عم، يا شهيد 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 يا شه